الاصحاح 14 من انجيل معلمنا يوحنا عدد واحد لا تضطرب قلوبكم انتم تؤمنون بالله فامنوا بي في بيت ابي منازل من كثيره والا فاني كنت قد قلت لكم انا امضي لاعد لكم مكانا وان مضيت وعددت لكم مكانا اتي ايضا وآخذكم إلي حيث حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا لربنا المجد الدايم من الآن وإلى الأبد آمين. احنا بنتابع الدراسة بتاعتنا بنعمة ربنا عن ملكوت الله، والليلة دي عايز نتكلم عن موضوع السماء السماء وسماء السماوات. قبل ما اتكلم عن السماء وسماء السماوات عايزكم تعرفوا ان ملكوت الله مش مجرد حاله لكن هو حاله ومكان يعني ايه يعني الكتاب بيقول ملكوت الله بر وفرح وسلام في الروح القدس فيعني في ملكوت الله حالة حالة حياة ان يعني احنا نعيش في بر ونعيش في فرح ونعيش في السلام في الروح القدس يعني في حضرة الله. لكن هو مش بس حالة ده هو حالة ومكان يعني ده مكان فعلا احنا هنروحه. بدليل الرب يسوع اما بيتكلم تلاميذه في انجيل القديس يوحنا صحاح 14 بيقول لهم انا رايح اجهز لكم مكان. ما لهمش أنا رايح أجهز لكم حالة. بيقول لهم أنا رايح أجهز لكم مكان. وبعد كده بيقول لهم إن في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكان. وإن مضيت وأعددت لكم مكان آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. يعني المكان اللي أنا فيه أنا جاي أخدكم علشان تبقوا معايا في نفس المكان فدي أول نقطة حبيت أن أنا نبهكم ليها أنه ده مكان ومكان حقيقي مكان حقيقي مش حاجة خيالية يعني مش هنبقى زي الأشباح كده على السحاب ولا بتاع لا ده مكان وهنتكلم بعد كده احنا هيكون شكلنا ايه وهنعيش ازاي ده مكان، مكان فعلا. والكتاب المقدس علشان يعرفنا ان ده مكان، قال شوية تعبيرات كتيرة بيشير بها لملكوت الله تدل ان هو مكان. فمثلا في عبرانيين 11، 9 في الأعداد 9 16 اما بيتكلم عن آه عن ابراهيم وعن رجال الايمان ففي عدد عشر بيقول لانه كان ينتظر المدينه التي لها الاساسات التي صانعها وبارئها الله فبيتكلم عن الملكوت الابدي على انه مدينه ولها اساسات مدينه ولها اساسات وفي عدد 14 يقول أنهم يطلبون وطنًا. يعني بيتكلم عن ملكوت الأبد باعتباره وطن، وطن. زي ما في وطن اسمه أمريكا، زي ما في وطن اسمه مصر، لا في وطن تاني إحنا نروح له اسمه ملكوت الله. وبعد كده في عدد 16 يقول الآن يبتغون وطنًا أفضل أي سماويًا. يعني الوطن اللي بيتكلم عنه ده الوطن السماوي اللي احنا كده باللغه الدارجه بنسميها السما بنسميها السما فلما بنقول السما احنا بنتكلم نقصد انه وطن سماوي وطن سماوي وبعد كده برضو في عدد 16 في عبرانيين 11 يقول لانه اعد لهم مدينه ولما هندرس قدام شوية ونتكلم عن مدينة أورشليم الجديدة هتعرف إنها مدينة بس مدينة ضخمة ضخمة جدا مدينة ضخمة جدا الأبعاد اللي اتذكرت في سفر الرؤيا هنفسرها بعد كده بنعمة ربنا إن حاجة حاجة مهولة مدينة ضخمة ففي رؤية 21 بس ده مش هتكلم فيها دلوقتي كتير هتكلم فيها بعد كده في محاضرة خاصة بنعمة ربنا زراد ربنا وعشنا في رؤية 21 عدد 2 يقول أنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزينة لرجلها فمرة يقول المدينة مرة يقول وطن ومرة يقول وطن سماوي فكل الحاجات دي بتشير انه ده مكان ده مكان عايزك تحضر ذهنك ان في مكان اسمه الملكوت الابدي احنا رايحينه مش بس حالة احنا عايشينها دلوقتي وحالة نعيشها بعد كده لا ده مكان مكان فعلا أريد قصة مؤثرة قوي كتبها واحد من القديسين اسمه ترتليان القيرواني كتب قصه استشهاد الشهيده بربتوى. الحلو في قصه استشهاد بربتوا ان هي كان شافت رؤى قبل استشهادها وكتبت هذه الرؤى فانا لكم واحده من هذه الرؤى قبل ما ادخل على الموضوع بس عشان اهيئ ذهنك إن ده فعلاً مكان إحنا رايحينه. بتقول إيه بربتوا؟ الرؤية اللي اللي كتبتها دي يمكن كتبتها قبل استشهادها بيوم أو اتنين حاجة زي كده. بتقول: رأيت وإذا بسلم نحاسي طوله عجيب يمس السماء ولكنه ضيق جداً بالقدر الذي لا يسمح إلا لواحد فقط بالصعود عليه. وعلى جانبي السلم أسلحة حديدية مدججة من كل نوع يعني شافت سلم طالع فوق السماء لو تفتكروا سلم يعقوب يعني فطالع فوق السماء والسلم ده ضيق خالص وفي أسلحة على جنبين السلم يعني زي السكاكين والسيوف وبتاع فلو واحد مش واخد باله ووعي يمين او شمال ممكن ان هو يتعور مش كده وبس اسلحه حديديه مدججه من كل نوع سيوف ومدى يعني مطاوي وخناجر وخطاطيف حتى اذا كان احد يخفل اثناء صعوده ولا يثبت نظره الى فوق دائما فانه حتما يتمزق بهذه الاسلحه وفي نهايه السلم من أسفل خلي بالك بقى, بقى اللي في نهاية السلة تحت يربط تنين ضخم يتربص بالصاعدين ويزعجهم ليعرقل صعودهم ورأيت وإذ ساتورس ساتورس ده كان المعلم بتاعها يصعد في الأول بازلا نفسه عنا بمحض حريته والعجب في إيماننا جميعا كان على يديه فهو معلمنا ساتورس ده كان المعلم بتاعها وراح من ضمن الشهداء ثم يعني. انحنى والتفت الي قائلا بربتوا انا في انتظارك ولكن احترسي من التنين حتى لا يؤذيك فاجبته انه لن يؤذيني باسم الرب يسوع المسيح فادار التنين راسه عني وكانه في ذعر مني وإذ بدل أن أضع رجلي على أول درجة أضعها على رأس التنين. يعني التنين طبعا بيمثل أنتوا عارفين الشيطان. وده اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت عن غلبة المسيح للشيطان. فبتقول إن التنين هو اللي كان خايف مني. ولقيت نفسي بدل ما أحط رجلي على أول سلمة حطيت رجلي على رأس التنين. وأعبر منها إلى السلم وأصعد عليه والتفت وإذ بحديقة متسعة وفي وسطها إنسان جالس شعره أبيض وعليه لبس لباس الرعاة وكان فارع الطول ورأيته ينحني ليحلب غنمه طبعا هي رؤية يعني وكان حوله الوف متسربلين بثياب بيضاء فرفع الراعي رأسه ونظر الي وكلمني طبعا تتوقع مين الراعي ده هو السيد المسيح بس هو الفكره ان انا عايز اقول لك ان هي راحت شافت السمكه انها مكان هي شافتها حديقه لان في ناس يشوفوها على انها الفردوس مثلا لكن هندخل في الاوصاف بعد كده بالتفصيل. فرفع الراعي راسه ونظر الي وكلمني: حسنا جئت يا بنيتي ودعاني نحوه واعطاني كعكه مصنوعه من اللبن فمددت يدي المربوطتين واخذتها منه واكلتها فاذا بكل الجمع الواقف يقولون معا امين وعلى صوت الكلمه استيقظت وما يزال في فمي شيء حلو كالعسل. أه ورأيت وإذا رجل قد دخل الساحة عظيم للغاية متسربل بثوب قرمزي وفي رجليه حذاء من ذهب وفي يده قصبة وبالأخرى غصن أخضر به تفاح من ذهب ونادى مثل حكم قائلا: إذا غلبها الجبار يقتلها بسيفه وإذا غلبته فلها هذا الغصن والتفاح الذهب وانتحى جانبا. فاقتربت نحو الجبار فاقترب نحوي الجبار أما أنا فأقدمت عليه وضربته بقبضة يدي فبادلني الضرب وحاول أن يمسك رجلي أما أنا فتفقت أضرب وجهه بكعبي رجلي وأحسست أني ارتفع في الهواء فأصبحت فوقه أضربه كأني لست على الأرض. ولكي لا تطول المعركة طبعا كل الكلام ده بيصور الصراع بتاعها مع الشيطان وإزاي إن هي غلبته. ولكي لا تطول المعركة أخذت أضربه بكلتا يدي ولما قبضت على رأسه ودفعت سقط على وجهه فأسرعت ودست على رأسه فبدأ الشعب يهتف لي أما معاونية فكان ينشدون المزامير وتقدمت إلى الحكم وتسلمت الغصن ذات التفاح وأعطاني إياه قائلا سلام لك يا بنيتي فخرجت بانتصار صوب الباب وكأنه مكتوبا عليه باب الحياة ولما استيقظت علمت أني قادمة في الحقيقة ليست لمصارعة وحوش وإنما لمصارعة الشيطان ولكني كنت واثقة اه أني منتصرة طبعا ده يفكركم بالموضوع بتاع الأسبوع اللي فات انتصار المسيح على الشيطان وانتصارنا عليه لكن اللي كان قصدي أن أنا أقول هذه القصة دلوقتي ان الملكوت الابدي هو فعلا مكان حقيقي وفيه المسيح وهنتقابل هنتقابل معاه الكتاب المقدس بيقول لنا بعض الحاجات اللي بتعرفنا بعض الاشياء عن الملكوت الابدي ولكن مش كل حاجه ما زال في اسرار وانا يعني مش بدعي ان انا ممكن هقول لك كل حاجه عن السماء في حاجات كتيرة لا انا ولا غيري يعرفها لانه الملكوت الابدي او اللي احنا بنسميه السماء حاجه فوق الوصف ده بولس الرسول لما شاف السماء الثالثه في كورنثوس الأولى اثنين في عدد تسعة وعشرة قال ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله الذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحي لأن الروح يفحص حتى أعماق الله يعني حاجة حاجة لا شافتها عين ولا سمعت بها أذن وبعدين في كورنثوس الثانية لما بيتكلم عن قصة اختطافه للسماء الثالثة في إصحاح 12 في عدد أربعة بيقول إنه أعرف إنسانا في المسيح قبل أربعة عشر سنة ده في عدد اثنين في الجسد لست أعلم أو خارج الجسد لست أعلم الله يعلم اختطف هذا إلى السماء الثالثة في عدد أربعة بيقول إنه اختطف إلى الفردوس يعني سمى السماء الثالثة إيه؟ الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها كلمة لا يسوغ لإنسان أن يتكلم بها يعني مش قانوني ان الواحد يتكلم عنها الليجا تخيل يعني هو شاف حاجات والحاجات اللي شافها قال دي السر انا ما اقدرش اتكلم عنه فصحيح ربنا اعلن لنا بعض الاشياء عن السماء او عن الملكوت الابدي في الكتاب المقدس لكن مازال زال في حاجات ما نعرفهاش وهنفاجئ بيها هنفاجأ بها في السماء ده يفكرني بقصة كنت قريتها عن واحد كان معاه طفلين واحد سنه خمس سنين وطفل سنه سنتين وكانوا في العربية وبعدين حصل حادثة بره عنكم فالطفل الصغير توفي والطفل الكبير حصل له كسر في الفك بتاعه ودخل المستشفى وبيحاولوا بقى يعملوا له اسعافات وحاجات زي كده وبعدين كانت مامته لما عرفت بالحادثه راحت له طبعا كم مره وكان كل اللي في ذهنها ان عماله تفكر طب انا هقول له اخوك راح فين أقول له أخوك راح فين؟ وبعد كده هو ما سألهاش على أخوه، استغربت إزاي ده هو طفلين صغيرين متعلقين ببعض، إزاي إن هو ما شافش أخوه بقاله يوم كذا يوم وإزاي إنه ما سألش على أخوه؟ فجت تقول له حبيبي أنا كنت عايزة أقول لك حاجة بس مش عارف أقولها لك إزاي. قال لها أنا عارف. قالت له أنت عارف إيه؟ قال لها أنت عايزة تقولي لي على أخويا. قالت له عايز أقول لك على أخويا. قال لها أنا عارف إنه راح السماء. قالت عرفت إزاي؟ قال لها ما أنا شفته في السماء. أنا شفته في السماء. وشفته مع بابا يسوع في السماء. قلت له ياه طب وشفت إيه هناك؟ قال لها أنا آسف مش هقدر أقول حاجة. لان هو لما وراني الرؤيا دي قال لي ما تتكلمش ما تقولش حاجه فهكذا يعني امور السماء في امور اعلنها لينا الله بروح القدوس في الكتاب المقدس ولكن في امور ما نعرفهاش ما نعرفهاش ولان الكتاب بيقول ان السرائر للرب الهنا والمعلنات لنا يعني في حاجات خاصة بالله أسرار ما نقدرش نعرفها ولكن احنا نعرف الحاجات اللي أعلنها لنا ربنا بنقول عن الملكوت الأبدي دايما إن هو ده السماء ودرجة إن بولس الرسول بيتكلم في تيموثاوس الثاني أربعة عشر بيقول عن ملكوت الله أنه ملكوته السماوي فلما بنقول عليه السماء احنا قصدنا ان الملكوت في السماء ان الملكوت مكانه في السماء حتى يوحنا الرائي القديس يوحنا الرائي في رؤيا أربعة واحد قال نظرت وإذا باب مفتوح في السماء وبعدين يقول ثم رأيت السماء مفتوحة رأيت السماء مفتوحة فالملكوت في السماء بس السماء دي فين السماء دي فين برضو افتكرت قصة تانية واحدة طلعت الباك يارد بتاع بيتها فلقت في بالونة واقعة في الباك يارد ومربوط فيها صورة بتاعة عيلة أب وأم وعياله فاستغربت إيه البالونة دي أتاري البالونة دي كانت مليانة هيليوم وطلع فوق ولما فرقعت وقعت في الباك يارد بتاعتها وبعدين فبتدقق في الموضوع شوية فلقت فيه رسالة مربوطة في البالونة وولد بيقول بابا أنا عارف إنك أنت في السماء وأنا بعتلك الرسالة دي مع البالونة عشان لما توصل لك في السماء تعرف إن الكريسماس قرب وعايز أقول إن أنا مفتقدك ومفتقد هداياك بتاعة الكريسماس فالست عرفت إن البالونة دي واحد عيل صغير عرف إن أبوه راح السماء فلا أبعت له رسالة فجاءت له الفكره اللطيفه دي انه يجيب بالونه مليانه هيليوم ويحط فيها الصوره بتاع العيله ويكتب فيها الرساله دي لابوه هو مفكر بقى انه البالونه دي هتقدر توصل للسما عند ابوه وابوه يقرا الرساله فبعدين الست لما لقيت الرساله دي اه راحت حطها على السوشيال ميديا معرفش فيسبوك ولا ايه وقالت يا جماعه اللي ليه علاقه بالقصه دي اتصل بيا فطلع ان الطفل ده على بعد عشر ميل من البيت بتاعها ولقيته وعملت معاه الواجب والهدايا اللي كان هيديها له ابوه ادتها له، اه لكن الولد مازال مفكر ان ان البالونه طلعت السماء وراحت عند ابوه وابوه راح بعت له الهدايا دي فالملكوت في السماء واحنا حسب مفهومنا او حسب مفهومنا الانجيل ان السماء دي فوق بس اللي يمكن ما ناخدش بالنا انه مش سماء واحده ما فيش سماء واحده في سماء وفي سماء وفي سماء على الاقل في ثلاث سماوات ما كانش بقى اكتر فيش في الكتاب المقدس حاجه تقول ان في سبع سماوات كلمه سبع سماوات دي مش في الانجيل خالص ولا في المسيحيه خالص عشان تبقوا عارفين لكن اللي في الكتاب المقدس عن السماء في السماء الاولى اللي هي الغلاف الجوي المحيط بالارض وبتسمى سماء الطيور اللي فيها الطيور بتطير والطيارات بتطير ودي مذكورة في تكوين واحد عشرين يقول وقال الله ليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء فدي أول سماء طبعا ملكوت الأبدي مش هيكون في السماء الأولى يعني وأشعية في خمسة وخمسين تسعة عشر يقول كما علت السماوات على الأرض هكذا على الطرق عن يعني طرقكم وأفكار عن أفكاركم لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك هكذا تكون كلماتي التي تخرج من فمي يا يعني السماء الأولى هي اللي فيها الغلاف الجوي اللي فيها السحاب اللي بينزل منها المطر والثلج في السماء الثانيه اللي هي السماء اللي تعتبر الفضاء الخارجي اللي فيه الاجرام السماويه بما فيها من نجوم وكواكب وشموس واقمار ودي حاجه مهوله جدا يعني اللي يرى على الموضوع ده يتوه من كثره عظمه هذا الموضوع ودي مذكورة في تكوين واحد 14 ل 17 يقول وقال الله لتكن انوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وفي عدد 15 يقول ولتكن انوار في جلد السماء لتنير على الارض في عدد 16 يقول عمل الله النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل والنجوم وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الارض فالسماء الثانيه اللي هي سماء الفلك اللي فيها بقى الشمس والقمر والمجموعات الشمسيه الاخرى والكواكب الاخرى يعني هنا في سفر التكوين لما قال عمل الله النورين العظيمين النور الاكبر لحكم النهار والنور الاصغر لحكم الليل دي مفهومه انه بيتكلم عن ايه ها عن الشمس والقمر لكن ضاف حته صغيره كلمه واحده الكلمه الواحده دي تصلح يتكتب عليها مراجع قال والنجوم والنجوم حد منكم شاف النجوم تعرفوا عدد النجوم ده ايه ده حاجة حاجة مهولة جدا حاجة مهولة جدا فدي السمة الثانية السمة الثالثة اللي اتكلم عنها بولس الرسول اللي ذكرتها من شوية هي فردوس النعيم قال عنها في كورنثوس الثانية إصحاح 12 واحد 4 قال انه لا يوافقنا نفتخر فات في اني اتي الى مناظر الرب واعلاناته اعرف انسانا في المسيح قبل اربعه عشر سنه في الجسد لست اعلم ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم اختطف هذا الى السماء الثالثه واعرف هذا الانسان في الجسد ام خارج الجسد لست اعلم الله يعلم انه اختطف الى الفردوس وسمع كلمات لا ينطق بها ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها دي السماء الثالثة اللي قال عنها بولس الرسول أنها الفردوس في بقى سماء السماوات البعض بيقول أن الفردوس هو ده سماء السماوات لكن احنا بنميل للتفكير او للاعتقاد كارثوذكس ان سماء السماوات هي بعد الفردوس كمان هي سماء السماوات هي بعد الفردوس جاء ذكر سماء السماوات في مواضع كثيرة في الكتاب المقدس في نحامية تسعة ستة يقول له أنت هو الرب وحدك أنت صنعت السماوات خلي بالك بيقول أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها عشان كده بقول لكم احنا بنميل للاعتقاد ان سماء السماوات دي فوق السماوات اللي هي معروفة حاليا في مزمور 68 في عدد 32 يقول يا ممالك الأرض غنوا لله رنموا للسيد في عدد 33 يقول للراكب على سماء السماوات القديمة يعني إيه سماء السماوات القديمة؟ يعني يقصد سماء السماوات الأزلية فبرضه هنا ذكر تعبير سماء السماوات هو ذا يعطي صوته صوت قوة في عدد 35 يقول مخوف أنت يا الله من مقادسك لما ربنا يسوع المسيح علمنا الصلاة الربانية قال لنا صلوا هكذا قائلين أبانا الذي في السماوات مش في السماء أبانا الذي في السماوات ولعل دي إشارة لسماء السماوات هو طبعا أبانا في كل حتة يعني في الأرض وفي السماء في كل حتة لكن عرشه في سماء السماوات نقول له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض فلما نقول له كما في السماء نقصد السماء اللي هي سماء السماوات اللي هي سماء السماوات فاحنا عشان الاختصار في الكلام والتعبير مش بنقعد كل شوية نقول الملكوت الأبدي الموجود في سماء السماوات فبنقول السماء على طول نقول السماء ولكن أرجو لا يغيب عن ذهننا إن إحنا بنتكلم عن ملكوت الله الأبدي اللي في سماء السماوات وفي متى 5 16 يقول يضيء نوركم هكذا قدام الناس لكي أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات برضو في السماوات ما قالش أباكم الذي في السماء أباكم الذي في السماوات فيقصد أباكم اللي عرشه في سماء السماوات طبعا ده لا ينفي إيماننا أن الله مال الكل ولكن عرشه في السماء في سماء السماوات ربنا عايزنا نرفع قلوبنا للسماء في مراثي ارميه يقول نرفع قلوبنا وايدينا الى الله في السماوات وفي متى سته ثلاثه وثلاثين يقول اطلبوا اول ملكوت الله وبره هذه كلها تزاد لكم في كلوسي ثلاثه واحد يقول ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين العرش ما فوق فين يعني يعني هو عايزنا نطلب اللي فوق حيث المسيح جالس عن يمين عن يمين الله يبقى فوق فين في الملكوت الابدي في سماء السماوات فانت ما بتدخل القداس وبعدين ابونا يقول الرب مع جماعكم ترد تقولوا مع رهقه ايضا مقصود ان احنا في حضره ربنا وبعدين يقول ايه ارفعوا قلوبكم ارفعوا قلوبكم ليه ما قالش نزلوا قلوبكم عايز يقول ارفعوا قلوبكم يعني خلي قلبك يروح للسماء خلي فكرك وانشغالك في وقت القداس الالهي ان يروح للسماء والمذبح المقدس بالنسبة لنا حاجة عجيبة ان هو بيمثل العرش الالهي فاحنا لما بندخل للهيكل ونتناول من جسد المسيح ودمه احنا بنخرج عن نطاق الزمان والمكان بنخرج عن حدود المكان والزمان ان احنا دخلنا السماء وحضرنا عشاء عرس الخروف واتحدنا به حاجات عجيبه قوي قبل ما اختم عزة النهاردة عايز أقول بعض الأمور ولو بصارع حسم ربنا يسمح لنا بالوقت هي ليه السماء غالي علينا؟ ليه السماء غالي علينا؟ وبعد كده في مرات تانية نبقى نوصف في السماء أكتر ونشوف أمور أخرى خاصة موضوع السماء أول حاجة ليه السماء غالية علينا وليه السماء نفيسة ليه السماء دي حاجة عظيمة جدا وحاجة غالية على كل المؤمنين أول حاجة لأن السماء فيها عرش الله في مزمور 11 أربعة يقول الرب في هيكل القدسي هي الرب في السماء كرسي مزمور 103 19 يقول الرب في السماوات ثبت كرسي وتذكروا الرؤية بتاعت أشعية في أشعية ستة يقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد جالس على كرسي عالي ومرتفع وزياله تملأ الهيكل السرافيم واقفون فوقه لكل واحد ستة أجنحة باثنين يغطي وجهه باثنين يغطي رجليه باثنين يطير وهذا نادى ذاك وقال قدوس 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 رب الجنود مجده ملء الأرض فاهتزت اساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخانة طبعا الرؤيه دي هتكون فين الرؤيه دي في السماء عند عرش الله اشعياء ستة وستين واحد يقول هكذا قال الرب السماوات كرسي والأرض موطئ قدمية السماوات هي فيها كرسي الله والأرض موطئ قدمي في رؤية أربعة قديس يوحنا يقول بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته قبوك تكلم معي قائلا اصعد إلى هنا فوريك ما لابد أن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش خلي بالك خلي بالك من كلام إذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش جالس وكان جالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في منظر شبه زمرد وحول العرش أربعة وعشرون عرشا وبعدين ابتدى يصف حاجات أخرى كثيرة وفي رؤية خمسة ستة يقول رأيت فإذا وسط العرش والحيوانات الأربعة في وسط الشيوخ حمل قائم كأنه مذبوح. تفتكروا لما كلمتكم في أول محاضرة عن ملكوت الله؟ وقلت إن كلمة ملكوت دي معناها مملكة. مملكة. فلما بنقول ملكوت الله معناها إن إحنا بنتكلم عن مملكة الله. طب مملكة الله ديه مش هيكون في مكان للحكومة بتاعة ربنا؟ يعني عندنا مثلا هنا في أمريكا في الوايت هاوس مثلا. فالسما فيها العرش والعرش ده يمثل يمثل هو ده مكان الحكومة الإلهية اللي فيها الله بيدير الكون ويضبط الكون ويدبر كل الامور بتاعه الكون ارجع تاني للسؤال هي ليه السماء غاليه علينا اقول لك لان فيها عرش الله تاني حاجه هي ليه السماء غاليه علينا اقول لك لان المسيح هناك المسيح في السماء لما صعد ظهر ملكين للتلاميذ قالوا لهم يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا للسماء ما هم فوجئوا شافوا ان الرب يسوع فجاه طالع لفوق ورايح للسماء يبقى راح فين هو فين دلوقتي في السماء افسس أربعة عشرة يقول الذي نزل هو الذي صعد أيضا مين اللي نزل؟ الرب يسوع هو الذي صعد طب راح فين؟ يقول الذي نزل هو الذي صعد الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات يبقى الرب يسوع راح فين؟ راح فوق جميع السماوات راح سماء السماوات راح عند العرش الاله فالسماء غالي علينا لان حبيبنا هناك لان احنا بنحب يسوع ومش جايين نشوفه وعارفين ان هو هناك العجيب انه ان في ناس شافت فعلا الرب يسوع وهو في السماء زي مين لو حد مصحصح زي استفانوس الصفنوس يقول شخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله فالصفنوس اثناء رجمه شاف مجد الله يعني شاف السماء وشاف الجالس على العرش الله الاب وشاف ابن الله عن يمين الجالس على العرش فقال أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله عبرانيين تسعة أربعة وعشرين يقول لأن المسيح لما يدخل إلى أقدس مصنوع بيد أشباه الحقيقة أشباه الحقيقية بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله الآب لأجلنا في حاجات كتيرة أسباب كتيرة تقول لنا ليه السماء غالية علينا هكملها المرة الجاية إن شاء الله ربنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد آمين